على موزيك اف ام. عسلامة، مرحبا بكم مدام. عسلامة، مرحبا لالا، وان شاء الله ان شاء الله باللطف الدلي، وربي ان شاء الله لاباس. احكي لنا شويه جديد في حالته الصحيه اليوم. لاباس الحمد لله، الحمد لله، حالته استقرت. البارح بيتوها في الغيانيماسيون، خافوا عليه من الهيموراجي ولا حاجه اخرى، والصباح قام بيتي لي بريكونسيون، يتكلم وكل شيء، دخلوه للبلوك اوبيراتوار، عملوا له عمليه على يده، عنده يده تكسرت، عملوا له فيها مسامر، والحمد لله يا امين جيت باللطف. هي هو الاكسيدون مخطره، ما الحمد لله ربي صفي. رحمه، كانت تعطيني الصوره نتاع الحادث كما وصفوا الاصدقاء اللي كانوا معاه. هو ديما قبل شقان فتره يخرج يعمل اون اور دو كورس افيك ان جروب دو كوغور معاه قدام الجامع العابدين نتاع كارتاج. هو يجري وباش يدور على الرومبوان، فما ان جون جاي يجري بالكرهبه، نورمالمون يفخين، فما خاطر سيدي لو باساج، نورمالمون يفخين، إلا با فخيني، دخل فيه ديريكتومون، ضربو الشوك قوي، طلع حتى تكشي الفوق، راك بخيس 4 متر، وهبط على القاع. كي هبط على القاع الشوك جاي الكل على وجهه، معناها جنبو اليسار، ويدو كتفو، قاو يجريو معاه، خلطو، اوغوزمون فما باغمي لي كوغور يافي دو ميدسان. دايوغ نحب نوجه لهم تحية كبيرة وشكر كبير، ونشكرهم برشا برشا برشا، دكتور صباعي ودكتور حمودة بوسن، يعطيهم الصحة هما، معناها خاطر كان جيت أنا معاه جو بانيك، ما نعرفش حتى شنعمل، دونك هما ما خليش حتى حد ينسو، خليوه مستوي ورقبتو وراسو، كلبوا لومبيولونس، جيت لومبيولونس، هزوه للسبيتار مونجسلي. بعد تصلوا بيا انا في الدار ماشي بيليش، مشيت نجري كاو، دونك بدلت وعاود عملوا له غادي كاسكانير ودي راديو. والشخص اللي قام بالحادث معاه معناتها قعد موجود ولا؟ الطفل والله نورمالمون من الاول ما نعرفش بالضبط اش صار، اما بعد كلموه ومشى الطفل للمركز ومع الشرطه. فهمت شنو اخر دخل؟ مش حالة فرار معناتها، مش هرب معناتها، من الاول اللي هرب بعد رجع مقدم روحه. يظهر لي ما نعرفش والله. اسمعني يا امين، ما نكذبش عليك، ما نحبش نقول كلام معناها غلط. انا جيت با لا، انا ديريكتومون من داري مشيت للسبيتار، معناها مفجوعه على دليل، حتى الطفل ما نعرفش حتى اش عمل. فهمت دونك دالي وقت الاكسيدون اذا بيردو كونسيونس دير بوندون 40 مينوت، ماهوش فايق، من بعد فايق في السبيتار بشويه بشويه بالفيق، خافوا على الهيموراجي ولا حاجه خطيره، عملوا ديريكتومون سكانير على راسه. وبعد انا كلمت عندي صحابي طب في كلينيك الامان في المرسى، هز جبته للكلينيك باش بيت في الغانيماسيون، والصباح عملنا له. موجود توا في كلينيك الامان في المرسى. الامان في المرسى هاي، وقتاش ان شاء الله ربي يبدا لاباس ويروح للدار؟ توا هو في سال دو غيزاي، مازال ما قامش من بنش شويه اخر يطلع للبيت، وما نعرفش حتى الطبيب يقول لي وقتاش نروحوا، معناها اليوم غدوه بعد غدوه الله اعلم. احنا نقولوا الحدث هذا من قدير ربي، وشلب معنا كل شيء والله يجي باللطف. والله انا حاجه واحده نقول رضايه الوالدين، واحد يعمل الخير وينساه. وحاجه اخرى بربي، اني نحب نتوجه بتحيه كبيره للناس الكل اللي كلموني، واصحابه والناس من الدومين نتاعو الاختصاصيك، والصحابه اللي ترينيو معاه، معناها لي سبورتيف لي جوار، الكل الناس الكل نوجه لهم التحيه، نشكرهم على التليفونات، نشكرهم اللي تحيروا عليه، قديش عزوا بيا، قديش محليهم، قديش قلوبهم كبيرة. الناس من الصباح وهي تطلب، الناس من الفجر يطلبوا فيا، ما رقدوش ويطلبوا ويسألوا، ده اللي نحبوه، ده اللي خونا، ده اللي حنين، ده اللي ناس مباح لطف عليه. وفريمون في الحق جو سوي تخي 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 زيمو، وفريمون سي توشون، معناها قديش محليهم، والله قديش محليهم صحابه. هو الحق، هو الحق يا رحمة. نعم. معناتها مانيش باش نحكي اون طونك انيماتور، مانيش منشط لهنا، معناتها انا صديق دالي ساعة قبل كل شيء، ودالي معناتها الحق راهو من ناس طيبة ومحلاه وباهي، راهو فما شكون خدمة ماكينة في وقت من الأوقات، معناتها خدمة ماكينة ضده. نعرف معناتها وحاولوا يخرجوا في ايماج نتاع اللي بيه وعليه ومقصط وما عرفش شنو، معناتها هذيك ماكينة خدمة. أما دالي ريالمون معناتها ونعرفوا أنا بالكدا، عمري ما نتمنى أنا قبل بنهار كنت يرحم والديه. ما عندوش بالعكس، دالي تعرفش يحب، دالي يحب شيخ يخدم، فماشي معناها اخراج، فماشي انغول يد شيخ عليه هكا،
عنده سبور نتاعو معناه هويته الوحيده هو الرياضه، ما عندوش معناه فما عباد تلقاه مغرومين بحاجه اخرى، هو يحب يمارس الرياضه. فانت دايخ كل يوم يعرفوه الناس في تونس بلي قبل شقان الفطر يخرج يعمل لك السويعه، يروح يدوش يعمل كاس بسيسه كعبتين دقله ويبدا يتعشى. فانت لله ان شاء الله يرجع لدويرته والصغيرات انت لله يعطيك الصحه ونرجع له فيك يا رحمه وباذن الله ان شاء الله بقدر ربي معناتها باسمي باسم ليكيب تاع موزايكا كل ان شاء الله بقدر ربي نجيو في زياره ونطلوا عليه ان شاء الله في الكلينيك وان شاء الله يا ربي ان شاء الله باللطف يا لله ويعطيكم الصحه الكل وربي يفضل لكم وليداتكم ويديكم ويعطيكم الف الف صحه لاي واحد طلبني واي واحد بعث لي ميساج وراني توا ما عنديش الوقت باش نجاوب اما توا نبدا بشوي نجاوب لي ميساج لي بعثوهم لي العباد يعيشك يا رحمه ربي يبارك لك ان شاء الله وان شاء الله لاباس يا ربي ان شاء الله رمضان يوفى ويجينا العيد مبروك سعيد امين ان شاء الله يعيشك يا رحمه ميرسي يعطيك الصحه زوجة محمد علي النهدي رحمة زغلام يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي باللطف لصديقنا محمد علي النهدي كما قلت لها بكري الناس الكل تحب تطمن على محمد علي النهدي برشا تليفونات الناس الكل تطلب وقلت لها صوتك وصله وطمن العباد عبر موزيك